اختيار الشريك هو أحد أهم القرارات اللي منخدها بحياتنا. ليش منختار الشريك اللي منختاره؟ وشو اللي بحرك هالقرارات؟ أنا ساندرا منصور and this is Love and Lies. جاذبية والكيمستري تعتبر الجاذبية الشرارة الأولى اللي بتجذب اثنين لبعض، سواء كانت الجاذبية جسدية، عاطفية أو تحفيز فكري. فالإغراء بيلعب دور الأول والحاسم باختيار الشريك. ممكن تتأثر هيدي الجاذبية بمجموعة من العوامل بما فيها المظهر الخارجي، الصفات الشخصية والاهتمامات المشتركة. التشابه والإلفة بيقترح علماء النفس إنه مننجذب للشركاء اللي بيكونوا مألوفين، اللي بيشاركونا سماتنا وقيمنا وخلفيتنا. كيف يعني بيشاركونا سماتنا؟ يعني إذا كنتوا حلوين بيكونوا حلوين، إذا كنتوا ذكية بيكونوا ذكية، بيحبوا إنه تكونوا ذكية. إذا مهضومين، اثنين مهضومين كمان مش غلط. وبيخلق التجانس شعور بالراحة والسهولة بالعلاقة. ترجع القصة لكيف تربيتوا ونمط تعلقكم بالأشخاص. إذا كان عندكم سكيور اتاتشمنت بتتعلقوا بأشخاص بيعطوكم الأمان والحب أجوجو، وإذا كان عندكم انكشس اتاتشمنت بتتعلقوا بالأشخاص اللي بيضلون فلين. خلينا نغوص شوي بالعمق ونحكي عن تأثيرات اللاوعي. تتأثر تفضيلاتنا للشريك بعوامل ما منعرفها، مثل الجروح القديمة والعقد النفسية اللي ما حليناها، وأوقات كتير توقعات المجتمع، يعني good on paper بس بالحقيقة. هاي الدوافع الخفية بيخلونا نسعى ورا شركاء بيكررولنا الديناميكية المألوفة حتى لو كانت غلط، وبيحققولنا المظهر المثالي قدام المجتمع. الحظ، نياله اللي عنده حظ، توقيت والظروف، بيلعب الحظ دور كتير كبير باختيار الشريك، حيث هيدا الشيء بيأثر بالظروف، بمين منلتقي وامتى. اللقاءات العابرة والدوائر الاجتماعية والتحولات بالحياة بتخلينا نلتقي بالأشخاص، ونحن علينا ينقي ونبقى ينفل. الحدث والمشاعر الداخلية، على الرغم من اعتبارات العقلانية اللي منخدها، إلا أنه الحدث بيلعب دور كتير كبير باختيار الشريك. يعني فينا نتكل على الانتويشن أو عقلنا. بالنهاية اختيار لإلكم. مثل ما بتقول أستر بيريل، Choosing a partner is choosing a story, and that story becomes your destiny. So choose wisely.